Dear viewers, another episode of The Beat, and as you all know, The Beat is a program which brings you and takes you all around Egypt, and it's a musical program. Dear viewers, we never hesitate to go everywhere here in Egypt. We go to Saïd Tessaoui, we go to the Opera House, we go anywhere that holds a very special event with a very special singer, or that brings you a very good music that you'd love to listen to. Not only singers, but also musicians that love a special musical instruments and love to work on, like the marimba, like the flute. We go and we touch and we discuss it with each and every singer and with each and every talented musician, everything about what he's playing and how he's singing. And we also watch the every event and every concert, and we bring you every event live. Dear viewers, today another very special episode of The Beat. Stay with us and don't go away, for it's really, really special. Beats for beats. Everybody around me, listen to my beat. Naveen Ragab is an Egyptian singer. Her father is the maestro Reda Ragab, and she's the sister of the star Reda Ragab, presenting artworks in general, but she recently returned to perform some concerts. شوي شوي علي ساكن فيه وحولي بقلبي وبروحي انا ما بدي منك وردي بدي بالحنين ضلك حدي بدفي بردي نسيش روحي فرحان جن حبك حب جنون فزان تصير خيالك وين ما تكون فرحان تنسى عيون وانت تتشاب عيون فزان تقل كون وما تكون فرحان جن حبك حب جنون. اولا برحب بيك وبتشرف بيكم وبتشرف بنايل تي في طبعا وبشكركم قوي. التنويع ان انا حبيت اعمل يعني ميكس ما بين الحديث وشويه القديم وفيروز، يعني حبيت اعمل الميكس ده انه تبقى حاجه مش الحاجه التقليديه قوي يعني، بس فهو ده اللي كان المقصود، يعني تبقى حاجه شيك ومش تقليديه قوي وفيها ميكس ما بين القديم والجديد. Thank you.
بنلف. انا عملتها قبل كده، عملنا لها شكل على البيانو مع المايسترو جورج كولتا، ولو برضو نفس الكلام خدت صدى حلو الحقيقه. مشاعر غنيتها في حفله قبل كده وكانت خدت برضو صدى حلو، لان انا كنت عملت في مهرجان القلعه الدولي في سنه 2018، فالكلام ده خد رد فعل حلو. لكن خاصة بنلف يعني، هي دايما بتاخد وقلقاني بعد يومين. كنت بدأت زمان وبعدين عملت ألبوم وبعدين وقفت شوية وبعدين رجعت بال 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 بالأغاني الأشكال دي وبالحفلات اللي أنا عملتها، وفي نفس الوقت عملت سنجل من قريب من سنتين تقريبا، ونزل لي سنجل الفترة يعني في خلال الأيام اللي جاية. Oh,
حبي يملى الدنيا دي وفي حضنه بتدفى من البرد باللفة ويوم ما قبله ده أحلى يوم كنا في دنيا لوحدينا ومفيش حبايب زي والدي طبعا ليه دور كبير في الموضوع دكتور رضا رجب وطبعا اختي غاده رجب انت عارف طبعا حضرتك احنا من واحنا صغيرين احنا بنحب الفن بس هو الفرق كان بينا ان غاده كانت اجرأ مني انا كنت دايما خجوله وبخاف بس لكن طبعا ليه دور طبعا البيت ليه دور طبعا وماما طبعا لان ماما برضو خريجه تربيه موسيقيه وفنانه برضو Yes.
نازل لي سنجل في خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، اسمه كل اخر يوم، كلمات حسين محرم، الحان مديان، توزيع محمد عاطف الحلو. اسكندرية دي وطن، وطن الغنى، هي الحياة والسلطنة والدندنة، على شطها على بحرها على رملها على أرضها جايين نغني كلنا. اسكندرية دي وطن الغنى، دي وطن الغنى، دي وطن الغنى، دي وطن الغنى. هنا بيرام اللي قال لنا أجمل كلام، درويش هنا دندن وسلطان المقام، الناس هنا كل الشوارع for today's episode of The Beat. Hope you've enjoyed being with us as much as we have, and from all the team here, myself Ran Qassas, hope you've enjoyed being with us as much as we have, and until we meet again, another episode of The Beat, it's goodbye.